السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات متتبعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معايا من جديد. في هذا الفيديو الإخوان والأخوات غادي نهضروا على خطاب ديال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وعلى أهم المستجدات اللي جات في هذا الخطاب هذا. هذا الفيديو الإخوان كنت مقرر أنا غادي نديرو قبيلة، ولكن تعطلت لكم شوية كما كنت مولفكم دائما مباشرة ملي كيتسالي الخطاب كندير أنا فيديو بالعربية باش كنفهم الناس كاملين اللي كيعيشوا هنا في إسبانيا أو خارج إسبانيا وكيبغيو يعرفوا الأخبار ديال إسبانيا كيف غادا الأحوال. فاليوم كما كتعرفوا الاخوان غدا ان شاء الله هو يوم الاحد، هو يوم عيد هنا في اسبانيا. وكما كتعرفوا ان اليوم اغتنمت الفرصه ومشيت نشريت من تيمروا كسوه ديال العيد، على داكشي باش تعطلت عليكم الاخوان ودرت الفيديو دابا معطل، ولكن ماشي مشكل. المهم هذا الفيديو هذا الخطاب هذه المره دي جاب مستجدات جديده ومهمه هنا في اسبانيا اللي غادي يوقع واحد التحول كبير هنا في اسبانيا في الايامات القليله المقبله ان شاء الله. غادي نهضروا بصفه عامه وغادي نقولوا في هذا الفيديو اهم المضامين ديال الخطاب ديال رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز اللي جابها واللي تطرق عليها واللي كتهمنا حنا ان كاملين نعرفوها، لا الناس اللي كيعيشوا هنا في اسبانيا ولا الناس اللي كيشاهدوا يعني اخبار اسبانيا من خارج اسبانيا وكيبغيو يتبعوا الاحداث والاخبار الى اين وصلت الاحوال. البدايه ديال الخطاب الاخوان ديال بيدرو سانشيز كان كيتكلم على الحاله العامه ديال الفيروس والاسباب البدايه الانتشار ديالو من تشاينا القدوم ديالو لاوروبا، وانه اصطدم باسبانيا لان اسبانيا من الدول من اكبر الدول المستقبله للناس السياح. كما كتعرفوا دائما اسبانيا من الدول الرائده في السياحه في العالم، وهذا الشيء هو اللي شكل واحد عليها واحد الخطر كبير بهذا الفيروس هذا، لان كما هي ان دوله سياحيه بامتياز خلى ان هذا الفيروس يدخل بواحد الدرجه كبيره في البلاد اللي اثر فيها، كما اثر على ايطاليا ايضا اللي هي دوله مستقبله للسياح. فهو افتتح الكلمات ديالو بهذا الكلام هذا كيهضر على الفيروس بصفه عامه وعلى كيفاش وصل لاسبانيا. الحوايج اللي هي مهمه بزاف واللي صراحه اللي وصلنا لها لحد الان هو التحول الكبير بين الايام اللي كنا فيها في الاول واللي كنعيشوها احنا حاليا. في اخر ايام الفيروس كما قال رئيس الحكومه قال باننا يعني كنا كنواجهوا واحد العدو كبير اللي هو تغلبنا عليه بتضافر المجهودات ديال جميع القوى ومن الشعب الاسباني بصفه عامه اللي امتثل الاوامر ديال الدوله اللي كانت كتعطي. وهذا الشيء هذا جاء تضافر الجهود ديال كل شيء وكيحيي كل شيء على هذه المساله هذه. فهو قال لك الدليل على هذا الشيء هذا ان في الاسبوع مثلا من 11 حتى 17 في هذا الشهر هذا يعني درجه ديال الشفاء بصفه عامه كانت 13328 مقابل 3900 حاله اصابه، يعني كانت حاله كبيره ديال الشفاء في هذه الايام الاخيره من هذا الشهر هذا اللي هي كانت مهمه ومهمه بزاف واللي كتبين على ان اسبانيا يعني غادا في الطريق الصحيح في التغلب على الفيروس بصفه عامه. قال بان اقتربنا من الانتصار، وهذا الانتصار لابد ان القوانين المعمول بها خاص الاحترام ديالها والمسايره، وضروري تضافر الجهود باش نوصلوا عندك النصر اللي كنا كنتسناوه كاملين بنا بصفه عامه. وتكلم على حاله الطوارئ اللي كيعطيه هو كل 15 يوم، يعني كيتفضل وكيتكلم على كيطلب حاله الانذار، كيقول بان هذه الحالات ديال الطوارئ اللي دائما كنطلبوها هي فوق اي اعتبار وما عندها حتى شي انتماء سياسي وحتى شي انتماء بصفه عامه، هي كتبقى فوق كل شيء ومصلحه الاسبان بصفه عامه هي الدرجه الاولى. والناس اللي كيعرضوا هذا المقترح ديال حاله الطوارئ تمديد حاله الطوارئ كل 15 يوم فهما ضد مصلحه اسبانيا وضد مصلحه الشعب الاسباني. المستجدات الجديده الاخوان واللي غادي كتهمنا كامل اننا نعرفوها وغادي نتطرقوا عليها، قال بان ابتداء من 8 يونيو يعني الشهر الماجي ابتداء من 8 يونيو عوده لا ليغا الاسبانيه للوجود. هذا الخبر غادي يعجب عشاق الكره الاسبانيه بصفه عامه اللي عندها شهره عالميه وصيت عالمي كبير. فابتداء من 8 يونيو سوف تعود لا ليغا اسبانيه للاستمرار. كما كتعرفوا بقاو على ما اعتقد واحد 11 كما كيقولوا هما 11 دوره باش تنتهي الليغا بصفه نهائيه. فالاستمراريه ديال هاد الدورات اللي بقاو غادي يكون ابتداء من 11 يونيو غادي نشوفوا يعني اللعبه ديال اسبانيا في الميدان وكيلعب يكملوا يعني المباريات المتبقيه من الدوره اللي كانت متوقفه. فهذا يعني خبر غادي يهم بزاف كما كنقولوا الناس اللي كيهموا اللغه الكره الاسبانيه، وغادي نعرفوا في نهايه المطاف يعني الفائز بالليغا الاسبانيه كما العاده. بالنسبه للقطاع السياحي الاخوان اللي هو واحد الخبر مزيان وبزاف وغادي يفرح بزاف ديال الناس،
هو قال لك بأن إسبانيا سوف تفتح أبوابها للسياح بصفة عامة لجميع السياح القادمين من العالم ابتداء من شهر يوليوز. يعني ابتداء من شهر يوليوز إسبانيا سوف تفتح أبوابها لجميع السياح في العالم. شنو كنفهموا من هذه الهضرة دي الإخوان؟ كنفهموا بأن إسبانيا ابتداء من يوليوز، بداية دي يوليوز، غادي تكون أكيد غادي تكون الحدود مفتوحة، لأن مادام قال الرئيس كنفتحوا الأبواب للسياح بصفة عامة من العالم، ما قالش من فرنسا أو من المغرب أو من الجزائر أو موريتانيا أو تونس، قال من العالم. يعني أي واحد من الناس عشاق إسبانيا وعشاق السياحة في إسبانيا وباغي يزور إسبانيا، فابتداء من شهر يوليوز ممكن أنه يزور إسبانيا ويجي يتمتع بالجو والحياة الإسبانية اللي كيعيشوها هنايا. وهذا الخبر مهم بزاف، لان كاين بزاف الاخوان كيسولوا على فوقاش غتفتح الحدود، على فوقاش غتفتح الحدود. كنظن ان 1 يوليوز غادي يكون ان شاء الله هو بدايه فتح الحدود في وجه السياح بالنسبه للدول، شمال افريقيا بصفه عامه، وما نهضرش على اوروبا. اوروبا ديجا راهم كاين واحد الكونتاكتو، كاين تقريبا الحدود راه مفتوحه، ولكن الناس اللي مقلقين هما اللي كيهضروا من الجانب الاخر. يعني ابتداء من اليوز الناس ان شاء الله اللي غادي يبغوا يزوروا بلادهم، يبقى الامر متوقف على مني اسبانيا غادي تستقبل السياح العالميين ابتداء من يوليوز. رد الفعل ديال الناس مثلا نقولوا حنا المغرب، حيت حنا كنمشيو السياحه للمغرب، واش المغرب غادي تطابق مع اسبانيا في نفس الفيتشا؟ يعني واش اسبانيا غتدخل حتى هي الحدود ديالها، واش المغرب عفوا غادي يفتح حتى هو الحدود ديالو مع اسبانيا؟ هذه المساله مهمه. اما اسبانيا من فاتح يوليوز غادي تستقبل جميع السياح ديال العالم وممكن يجيو. بالنسبه للناس اللي داخل اسبانيا، فهو قال بان في اواخر يونيو، يعني في النص ديال يونيو، كيعلن بأن جميع الأوتيلات والمقاهي وجميع القطاعات السياحية بصفة عامة المتواجدة في جميع البلد، قال بأن كلهم يستعدوا ويبريباروا راسهم لاستقبال السياح الداخليين. يعني أي واحد إسباني بصفة عامة كيعيشنا في إسبانيا يمشي في النص ديال الشهر الجاي يقدر يمشي يدير الباكاسيونز ديالو ويتمتع في أي منطقة في إسبانيا. يعني حرية التنقل غادي تكون في جميع أرجاء إسبانيا، كاتالونيا، أندلسية، بايس باسك، فين ما، يعني كيكون حريه التنقل بصفه عامه في جميع ارجاء اسبانيا. وهذا الشيء غادي نعيشوه يعني في النص ديال يونيو ان شاء الله الشهر القادم. يعني كنتكلموا على واحد من دابا 20 يوم، دابا 20 يوم غادي يكون واحد التنقل بصفه عامه في جميع ارجاء اسبانيا لجميع الناس اللي بغاو يقضيو اي حاجه، اما زياره ولا سياحه ولا عمل ولا اي حاجه كما بغى يكون نوع ديالها، غادي يكون عندهم كامل الحريه. الرئيس ديال بيدرو سانتيز في هذه القضيه ديال تمديد الحاله الطوارئ، هو قال بان لو ما كناش كنطلبوا حاله الطوارئ وما كناش كنفوزوا بالاصوات فيها، فكان ممكن ان اي اسباني ولا اي واحد كيعيش اسباني يتنقل بالحريه ديالو، لان كيتم خارج القوانين. وهذا الشيء كان كيشكل غادي يشكل خطوره على اسبانيا واحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف. بالنسبه لواحد المساله مهمه سولوه على واش غادي تكون غادي يطلب 15 يوم اخرى ديال تمديد حاله الطوارئ، قال لهم بان حنا لو ستاموس استودياندو، يعني حنا كندرسوا الملف واش غادي نزيدوا ولا لا، وهذا ما كيعنيش باننا غادي نزيدوا 100%، ولكن غادي نشوفوا على حساب المعطيات اللي عندنا واش غادي نحتاجوا اننا نزيدوا واحد بروروغا واحده اخرى. يعني سادس مره طلب حاله تمديد حاله الطوارئ لسادس مره، قال غادي نشوفوا واش ممكنه ولا ماشي ممكنه حسب المعطيات اللي غادا تكون عندنا يعني في القريب، هذه الايامات القليله القادمه اللي جايه. بالنسبه قال لك واحد الحاجه مهمه الاخوان، قال لك اسبانيا واحد الحاجه مهمه اللي كيتسناوها بزاف ديال الناس، قال لك دابا اسبانيا بالنسبه للسياحه غادي تفتح الابواب ديالها وتستقبل السياح وتعود الحياه الطبيعيه، طبيعه الحال بطريقه مقننه، ولكن واحد الحاجه مهمه، قال بان الاسبوع المقبل غادي تتم المصادقه على هذيك الرينتا مينيما بيتال، كما كنقول حنا هذيك المساعده اللي خرجتها الدوله، وهذه قال واحد اتفاقيه يعني تاريخيه اللي ما عمر اسبانيا ما درتها. قال بان هذا الشيء هذا جاء لان عارف بان كاين واحد المجموعه كبيره في اسبانيا من العائلات المتضرره، سواء الناس اللي اصحاب الشركات الصغرى او البيمي اوتونومو، الناس اللي كانوا خدامين ووقفوا، عارف بان كاين واحد مشكل كبير غادي يكون، لان الاقتصاد الاسباني باش يرجع للعافيه ديالو غادي يكلف واحد الوقت. ولهذا الشيء هذا ولهذا الغرض هذا الحكومه الاسبانيه غادي تصادق على واحد اتفاقيه اللي مهمه، واللي هي هذيك الرينتا مينيما فيتال، المساعده اللي غادي تعطى للعائلات، واللي قال بانها غادي تبقى بيرمانينتي. هذا هو لافونتاج اللي كاينه في هذه المساعده الاخوان، بيرمانينتي زعما
غادي تبقى بشكل مستمر، غادي يبقاو يتخلصوها الناس، ماشي عندها واحد الحد قداو قدا الشهر الفلاني تسالى او لا، لا غادي يبقاو الناس يتخلصوها واحد المده مستمره حتى يرجعوا الحياه تعافوا ان يخدموا او لا، عاد ديك الساعات يمكن يحيدوها لما كاينش واحد الضغط. وهذه واحد المساله اللي هي مهمه بزاف واللي ما كانتش سابقه في اسبانيا. حنا كنعرفوا اسبانيا كانت المساعده ديالها محدوده وكان البارو ديالها محدود وما كانش كاينه هذه المساله هذه، ولكن هذه المره هذه قال بان الاسبوع القادم في البرلمان الاسباني غادي تتم المصادقه عليها، وابتداء من الشهر الجاي غادي يكونوا الناس انهم يبداو يتخلصوا ويستافدوا من هذه المساعده اللي هي مهمه بزاف. وبطبيعه الحال هذا الشيء غادي يعجب بزاف ديال الناس، لان كنعرفوا ان الاقتصاد غادي يكون مدقدق بزاف، وغادي يحتاج الناس واحد السولد وواحد الخلصه باش يعيشوا ويديروا يزيدوا بالانتي باش ان شاء الله يستمروا. هو كان واعي، قال بان كنت واعي بان هاد الشهرين اللي فاتت كانت قاصحه على بزاف العائلات، وبأننا ما كناش مربعين يدينا، وبان كاين الناس قال لك سحب لهم حنا تخلينا عليهم، باننا ما كناش كنخدموا على قبل ان كان الفقر. قال انا عارف باللي كان الفقر بزاف، وبكان الناس محتاجين بزاف، وباللي انا شفت بان الناس كانوا كيشدوا يعني الكوله باش ياخذوا قفه ديال الماكله. هادشي كامل قال حنا واعينه، وعلى داكشي باش كنا كنخدموا عليه يعني ليل نهار باش نوصلوا ان هذا الاتفاق هذا ويكون يعني كاين واحد الدخل لحمايه الاسر الاكثر مستضعفه، وخصوصا هضر على الاطفال اللي كاين اكثر من مليون طفل هنا في اسبانيا اللي خاصو انه يكون عنده مستقبل افضل. مجمل الخطاب والنقط المهمه هي هذه اللي قلت لكم الاخوان في هذا الخطاب هذا، واخا كان طويل معك ولكن اختصرت بصفه كبيره وقلت النقط اللي هي كتهمنا احنا كمهاجرين هنا في اسبانيا ولا كانت متابعين الاخبار اسبانيا من خارج اسبانيا. الى عجبكم الفيديو الاخوان وشفتونا ان فيتكم ما تنساوش ديرونا لايك وبارطاجيو مع جميع الاخوان ديالكم باش يشوفوا حتى هما ويوصلهم الخبر. فمن هذا المنبر كنقول لكم عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه في جميع انحاء العالم. تحياتي لكم كامل الاخوه والاخوات متتبعين قناه كلام كسري، شكرا على الوفاء ديالكم، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.